اوعى الوظيفة في يوم من الايام تحولك لفار. في يوم من الايام كان في فار هيموت من الجوع. الفار فضل يدور ويدور ويدور على اكل لغايه ما لقى صندوق مليان حبوب. طلع على الصندوق وقعد ياكل وينام ياكل وينام، وبقى مستمتع الفار بكل اللحظات اللي بتمر عليه، اكل ونوم وبس. وفي يوم من الايام الحبوب خلصت ووصل الفار لقاع الصندوق وما بقاش عارف يخرج منه، وبقى قاعد الفار جوه الصندوق مستني اي حد يرمي له اي حاجه علشان ياكل ويقدر يعيش. اللي حصل مع الفار ده ممكن يحصل لك لو ربنا كرمك بشغل جديد وانت قاعد ما بتتعلمش حاجه جديده وما بتطورش من نفسك وعايش حياه روتينيه كمان مش بتفكر في المستقبل، فبلاش تبقى شبه الفار. سلام يا موظف.